أنا اسمي رضوان شويكي، أنا عندي بداية كانت بدايتي بالسياحة على مدى 20 سنة تقريبا بالفنادق الخمس نجوم، بدينا مشوارنا السياحي وتطورنا وطورنا أمورنا الحمد لله رب العالمين، دخلنا لمجال السياحة في موضوع الانكامينج السياحة الوافدة. أنا أول شيء بشكر زملائي كتير ساعدونا في بداية عملي في السياحة، وفي بخص بالشكر يعني نقيب السائقين السياحيين ونقيب المكاتب السياحية السيد استيتية والسيد محمد أبو راشد، كثير هذول وقفوا معي وساعدوني في البدايات ويعني حطونا على بداية الطريق وكملنا إن شاء الله. يعني في زملاء لنا كمان ساعدونا وعندهم ما شاء الله يعني من الخبرات الواسعة واستفدنا منهم الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد رضوان الشويكي. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا، مساء الخير. كل سهل. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين جميعا، ونتشرف فيكم ولقائنا وهذا لنا شرف إن شاء الله نجتمع معاكم بهالعادة الطيبة ما شاء الله. شكرا. أنا اسمي رضوان الشويكي، أنا عندي بداية كانت بدايتي بالسياحة على مدى 20 سنة تقريبا بالفنادق الخمس نجوم، بدينا مشوارنا السياحي وتطورنا وطورنا أمورنا الحمد لله رب العالمين، دخلنا لمجال السياحة في موضوع الانكامينج السياحة الوافدة، ومستقطب ضيوف للأردن لبلدنا العزيز، نستقطبهم ومنعرفهم على معالم الأردن السياحية ومنحاول نسوق للبلد بشكل عام، ونعمل إن شاء الله يعني هذا البزنس تبعنا يكون يعني كل يعني نحاول إنه نثبت حالنا ونقدم أفضل ما عندنا في مجال السياحة. نعم بالتوفيق. شو اللي بيميزكم عن الشركات الثانية؟ احنا يعني بنحكي الكواليتي اول اشي، لازم تكون هاي اشي اساسي، الكواليتي اوف سيرفيس. تاني اشي اللي بيميزنا انه احنا بنحاول زي ما انا بشوي حكيت انه نسوق للاماكن السياحية اللي بصراحة وزارة السياحة نسيتها، واللي هي زي مناطق مجهولة بالاردن او هي معروفة لدى يعني اهل البلد، زي مناطق عجلون، مناطق الراجب، منطقة شلالات، ترميمين، مناطق هاي بصراحة مش ماخذة حقها بالتسويق. فإحنا يعني عندنا رحلات دائما يعني مستمرة أسبوعية، هاي الرحلات للتسويق لهاي المناطق السياحية ومساعدة أهلها، مساعدة أهل المنطقة اللي بكونوا موجودين بهاي القرى، اللي يعني ممكن نحاول نفتح لهم باب رزق وانهم يستفيدوا من هاي الخدمات اللي احنا بنقدمها. هلا يعني معظم الوقت عارفه انه المناطق السياحيه اللي بتسوق لها هيئه تنشيط السياحه معروفه يعني، نعم، ومش بحاجه للتسويق، فهذا اللي بيميزنا احنا عن غيرنا ان شاء الله. نعم. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ المستوى العملي يعني احنا ان شاء الله بنفكر انه يعني نوسع الفروع لنا للمؤسسه تبعتنا، نوسع كمان مجال العمل ونفتح فرص لعدد من الشباب كمان يشتغلوا أكثر معنا، نطور المهارات. هلا أنا كمان عم بشتغل على إشي اسمه التسويق الإلكتروني. نعم. هذا مجال جديد وبنشتغل عليه وراح نعمله إن شاء الله، يعني نخصص له كادر ونحاول إنه نوسع هذا النظام الشغل فيه.
نعم، بس تحكي لي اصلا عن اهم المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا المجال. هلا في مشاكل كثيره يعني هي بتواجه، زي ما في حسنات باي قطاع وباي عمل، يعني في مشاكل او عقوق او هي عقبات، خلينا نحكي انه يعني التنظيم، يعني القطاع بحاجه لتنظيم اكثر، لازم يكون في كوميونيكيشن او تنسيق بين اكثر من قطاع اللي هم مختصين بالسياحه او مرتبطين مع بعض. يعني بتلاقي انه في غياب للتنسيق بين الجهات المختصه بهاي الامور، زي خلينا نحكي مكاتب السياحه، زي الادلاء السياحيين، زي وسائل النقل بين وزاره النقل ووزاره السياحه. يعني المفروض يكون في لجنه تشرف على يعني على هاي المشاريع وتحاول تقرب وجهات النظر وحاول يحلوا يعني المشاكل اللي ممكن تواجههم، ما تاخذ البيروقراطيه والوقت الطويل، وعبيل ما انه يكون موسم مر ورا موسم والامور هاي، هاي الشغلات لازم يعني انه نلاقي لها حلول. وبدنا ناس مختصين كمان اكثر يعني بموضوع السياحه. نعم. لانه يعني بتلاقي ناس ما عندها خبرات، يعني مش دائما الرجل مناسب بالمكان المناسب. وبنفس الوقت في اماكن سياحيه يعني بدها متابعه، بدها نظافه، بدها اهتمام، هاي مناطق كمان ما بنقدر نسوق لها، ومع انه في نفس السائح هو بيطلبها بالاسم بس ما بنقدر نسوق لها لانها مهمله. نعم. وبدها كمان هاي المناطق رعايه وبده ينصرف عليها، يعني امور مشكله يعني كثير بحاجتها وبحاجه يعني لمسؤول صاحب قرار هو اللي يتخذ هاي الاجراءات يعني. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول؟ يا ستي جلالة سيدنا الله يطول عمره، دائما هو راعي كل صغير وكبير في هالبلد، يعني هو يعني جل اهتمامه برضه للسياحة، لأن الرافد الأساسي لدخل الأردن. بدنا نطلب منه كمان يعني إنه ينتبه لنا أكثر ويدير باله علينا، وعي الناس كمان يهتموا بهالقطاع، واحنا عارفين انه مشاغله كثيرة الله يعينه، لكن هذا قطاع بحاجة يعني. فكنت راح اطلب منه ان يحط كادر شباب مختص، كادر شباب نشيطين، ونبعد شوي عن البيروقراطية، ودائما انه يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني هذا طلبي منه من جلالة سيدنا. نعم. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ والله انا اول شيء بشكر زملائي كثير ساعدونا في بدايه عملي في السياحه، وفي بخص بالشكر يعني نقيب السائحين السياحيين ونقيب المكاتب السياحية السيد استيتية والسيد محمد أبو راشد، كثير هذول وقفوا معي وساعدوني في البدايات ويعني حطونا على بداية الطريق وكملنا إن شاء الله. يعني في زملاء لنا كمان ساعدونا وعندهم ما شاء الله يعني من الخبرات الواسعة واستفدنا منهم الحمد لله رب العالمين. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وشو هي طرق التواصل معكم؟ هلا احنا عندنا اكثر من موقع يعني بشكل عام. انا هلا عندي صفحه على الويب سايت اللي هي ماريا تورز جوردان دوت كوم، وفي عندي موقع موجود بمدينه الصيفه مكانه تقريبا جريبه الشارع الرئيس شارع ياجوز. المكاتب تبعتنا موجوده غاد، وفي الايميل تبعي كمان ممكن يتواصلوا معه غير الواتساب يعني. هلا تقريبا يعني انتم عارفين انه كلها على وسائل التواصل الاجتماعي، هي تقريبا كل الوسيله اللي هي الاساسيه للتواصل. نعم. شكرا لك.
اهلا وسهلا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان اشكر السيد رضوان الشويكي على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت راسنا وشكرا لك. اهلا وسهلا.